نروح بقى المسؤولين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي بيدرسوا وضع لائحة عقوبات على أي نادي هيخالف التعليمات الخاصة طبعا باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة اللي جاية. مسؤول الجبلية بيدرسوا اعتماد العقوبات واختار الأندية بيها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة يعني أن معظم التحذيرات الأخيرة كانت نقدر نقول تحذيرات شفوية. وقرار الدراسة ده جيب أنه وضعت اللائحة غرامات أو عقوبات على الأندية بعد الإصابات الكتيرة اللي طبعا ضربت عدد من فرق الدوري الممتاز بشكل مفاجئ، وعلى رأسها نادي الإنتاج الحربي اللي تعرض لعدد 18 إصابة مرة واحدة وتم تأجيل مباراته أمام نادي مصر اللي كانت المفروض تتلعب يوم السبت اللي جاي علشان يستكملوا المسابقة بشكل طبيعي. يعني بصرف النظر عن فكرة العقوبات، وإحنا شفنا يمكن كنا بنتكلم من يومين إثارة أن الاتحاد الأوروبي قرر أن هو يعمل عقوبة جديدة على أي لعيب يعني يكح في وش الخصم بتاعه أو في وش الحكم، وممكن توصل لفكرة إنذار أو طرد. لكن الحقيقة اللي يهمنا أكتر كمان قبل ما تتضح فكرة العقوبات هي الإجراءات الاحترازية أو الوقائية اللي قبل كل مباراة، فكرة التأكيد على سلامة اللاعبين وطاقم التحكيم وإجراء المساحات بشكل دوري والإداريين اللي بيشاركوا فيه أو اللي داخلين ملعب المباراة، ده في حد ذاته طبعا نقطة في غاية الأهمية، وتضمن إن شاء الله عدم إصابة أي أحد بفيروس كورونا. لأنه الحقيقة زي ما قلتي برضو يا سارة، الأهم إنه نخلص بطولة الدوري 30 أكتوبر زي ما اللجنة الخماسية بتستهدف.